هاي أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ يوم فيديو براول ستار. موضوعنا اليوم عن عكس آخر فيديو نزلته. آخر فيديو نزلته مثل ما بتعرفوا إنه قلت أشياء لازم تنضاف راح تخلي براول أحلى والحركة. فيديو اليوم عن أشياء كمان حلوة وكمان مميزة بس مستحيل تنضاف براول. خاصة شباب، أنا مهكر سوبرسيل ومهكر أفكار سوبرسيل، ومستحيل مستحيل مني نجاوب لكم إياها، مستحيل تنزل وحدي من دول الأشياء. فيكم تقولوا هدول الأشياء شوي معقدة بالنسبة لعبة براول ستار، وبتعرفوا سوبرسيل ما بدها تعقد لعبة أكتر من هيك، لأنه ما بتعرفوا أعمار اللاعبين ما بيكتر عن 20 سنة الأكترية يعني. عشان هيك بتلاقي سوبر سيل بكل تحديث بتنزل أشياء بسيطة بحيث أنه ما تخلي اللعبة أصعب من هيك. فهي أصدقائي شرحت لكم كل شيء بخصوص الفيديو، ما راح أحرق عليكم أكتر من هيك. لازم تحط لايك وتشترك بالقناة، ويلا نبلش. اول شيء معنا اليوم كان كل تحديث تجي اشاعات رح تنزل ورح تنزل، ومشكلة اشاعات وتضل تتصدق انه اوف رح تنزل واخيرا بعد عذاب طويل، واللي هي انه يكون في ميكروفون للعب، يعني وقت تحكي او وقت تلعب جيم تقدر تحكي مع اصحابك. يعني في قدوه مثل بايت الالعاب مثل ببجي موبايل بتلاقي انه هناك في اشارة ميكروفون، عندك تيم راندومز تقدر تحكي معهم عشان تعرفوا من تكتيكات، عشان تروح تقول له يمين يسار والحركات. نفس الشيء اللاعبين طلبوا انه تكون سوبر سيل او لعبة براو ستارز عندها نفس الخاصية، عشان وقت تيجي ضد الراندومز شو اللغة اللي بيحكوا فيها ما بعرف، يمكن ضدك طلع صيني وانت عربي فاكيدك تفهم. طبعا ما راح تنزل لانه ما في سيرفر مخصص، يعني انت ببجي موبايل في سيرفر اوروبا بتلاقوا ودغري بين شنو العرب، يعني معك حيطلع عرب ضدك حيطلع اجانب وهالحركات. سوبر سيل ما فيها شيء، او لعبه براو ستارز ما فيها هذا الشيء، خاص ضدك اجانب عرب صينيين ما بتفرق، بتلاقي السيرفر كله مخلط مع بعضه. عشان هيك سوبر سيل خاص اختصرت الموضوع، يعني ما راح تنزل ما راح تنزل. بس مشكله اللاعبين فاكرين هذا الموضوع كثير سهل انه بس شو التحديث وتحديثين بيزبط، بس هو ابدا ما سهل، انه حرفيا بدك تعمل سيرفرات جديدة، سيرفر للعرب، سيرفر للأجانب، سيرفر لليابانيين، فعشان هيك كتير تتعذب. لو بدك تقول لي ليش ببجي موبايل فيها وبراو ستارز ما فيها، أنا رح أقول ليش، لأنه الجيم تبع براو ستارز ما بيتخطى دقيقتين أو 3 دقائق أو 4 دقائق، الماكسيموم تبع الجيم تبع براو ستارز ما بيتخطى 4 دقائق. بس بدك تيجي على ببجي موبايل وبهاي الألعاب بتلاقي الأجيال تبعتهم بتتخطى 15 دقيقة 20 دقيقة 30 دقيقة، فعشان هيك لازم يكون في مايك عشان تتفاهم مع التيم تبعك، أما براو ستارز هو مجرد جيم ومجرد خسارة منك وسسكوس، فما أنا مستاهل يجيبوا مايك. الشيء الثاني مستحيل تنضاف لانه مثل ما قلت رح تخلي اللعب معقد اكثر، انه انت مثلا دخلت مع راندومز ودخلت هيك جيم عادي، راندومز معك كانوا جيسي وشيلي، بعد ما خلصت الجيم خسرتوا الجيم، بس انت حبيت تيمك وحبيت بس انه يغيروا الشخصيات تبعتهم، مثلا بدل ما ياخذوا شيلي ياخذوا كرو، بدل ما ياخذوا جيسي ياخذوا بطل ثاني، وانت حابب تلعب معهم جيم ثاني بس بغير ابطال. هذا الاقتراح انه شو مثلا لما يخلص الجيم مثلا اما تكبس خروج من الجيم بس يجي هيك في كبسي او شيء بيقولك تبديل بطل، يعني تكبس لصاحبك او معك راندومز تقول له انه بدال شيلي خد بايبر عشان يبدل بطل وترجع تلعب جيم تاني بدون ما تطلع برات الجيم وترجع تضيفه توم تعذب كتير، بس انه تغير البطل وترجع تحطه. طيب ليش هاي الشغله مستحيل تنضاف؟ لانه مثل ما بتعرفوا المحترفين تبعت لاعبين براو ستارز محترفين مثلي ومثل كريم حوي، بس انا وكريم دخلنا جيم تمام، بعد ما دخلنا هذا الجيم خلصنا الجيم اجى مع راندوم ستالت، هذا الراندوم ستالت كان محترف، انا وكريم ما بنلعب جيم تاني معي، ما بنعمل اعاده الجيم، لا بنطلع برات الجيم بنرجع نلعب مع راندومز جديد. طيب بدي احكي ليش المحترفين بيعملوا هيك؟ لانه المحترفين بتلاقيهم عملوا هيك لانه هني راح يعرفوا اذا لعبوا جيم تاني مع الراندومز راح يخسروا، ما بعرف السبب، بس اكترية المحترفين شفتهم، يعني فكم مني وانا وكريم نحن نوبز اصلا، يعني محترفين شفت عالم لعب معهم 30000 كاس 35000 كاس، وقت قالوا لي كبستون اعاده الجيم قال لي لا تكون نوب تكون اعاده جيم، اطلع برات الجيم وارجع العب جيم تاني. فهي عشان هيك ما بدها اللاعبين جداد يعملوا هذا الخطا ويلعبوا مع الراندومز جيم تاني، فعشان هيك مستحيل تنزل هذا الاقتراح. والشيء اللي بعده، هل انت ما بتعرفوا باللعبه في كان قبل يعني كان في شخصيتين ما عندهم صوت، واللي هني داريال وسبايك. داريال بعد كم تحديث ما بعرف كم تحديث بعد التحديثات كثير نزل له صوت، طبعا صوته كثير خايس بس انه نزل له صوت، بس سبايك ما نزل له صوت. سوبر سيل قالت مستحيل ينزل لسبايك صوت، خلاص هي هيك حسمت الامر، سبايك وصوت مستحيل يلتقوا سوا، يعني لو بدها تنزل له صوت كانت نزلته مع داريا صح، كان نزلته سوا، بس هي ابدا ابدا ما نزلت له، يعني من اول ما نزل سبايك نزل له صوت، اول ما نزل بعدين شافت له صوت وخلاص قررت انه تخليه بدون صوت. فهذا فين تقول شيء مستحيل ينزل براو ستار. يا شاب بعد سنه او سنتين لو شفت سبايك اجا صوت تعالوا على التعليقات تسبوني، انا بستاهل سبوتها. هلا خلينا ننتقل على الشيء اللي بعده. ما بتعرفوا في عالم كثير اخطأت واشتريت سكنات بالخطا، يعني مثلا اشتريت سكنات ابو 30 جوهره ما حبيت هاي السكنات، بس اللعبه او سوبر سيل ابدا ابدا ما نعطوه فيه مع هدول العالم. في كثير لاعبين طلبوا من الشركه انه تقدر تبيع هدول السكنات، مثلا اشتريت سكن 30 جوهره هني ما بدهم اياه، يعني ما بدهم من اللعبه تبيعه ب 30 جوهره، لا هني بدهم مثلا اقل شيء نص السعر، يعني 30 جوهره 15 جوهره، ايه اقل شيء نص السعر. فيك تقولوا انه شيء اسمه ينباع سكنات ابدا ابدا ومستحيل يجي، لانه بتعرفوا سوبر سيل وقت تنزل سكن بدها اللاعبين كلهم يشتروه عشان تجيب أكبر
اكبر كميه من الارباح ما بتعرفوا الشركه بخيل شوي، فعشان هيك بتفكر الشركه انه دول العالم يشتروا سكنات وبعد كم يوم يحملهم هذا السكن ويرجعوا يبيعوا. هي ما بدها هذا الشيء يصير، مثلا تلاقي واحد اشترى سكن والله انا مليت من هذا السكن حبيت به ورجعوا لي جواهري. وانا الصراحه مع الشركه انه ما ينضاف هيك شيء، لانه عنجد بصير وقت اللعبه شوي غلطه ببعضها، بتلاقي فاسد بعض اللعبه، هذا اشترى سكن هذا بده يرجع يبيعه وهذا مع سكن وبده يرجع يشتري، فبتلاقي اللعبه فاتت بالحيط. فاسد بس مره معي لا تنزل هيك شيء، وصلت ما تسمعيني بس انت حالتي ما رح تنزلوها وخذوها مني، هذا الشيء مستحيل ينزل. في شيء يا شباب مستحيل ينزل، مستحيل، مع انه اللاعبين كثير رح يستفادوا منه. وانا هلا ما عم لاقي سبب منطقي ليش اللعبه ما بتنزل هيك شيء. انا بتعرفوا باي لعبه سوبر سيل بتعرفوا انه في ليفل، هذا الليفل على شكل ازرق، انه مثلا بعد ما تنجز شيء بيعطوك ليفل زياده، وبراو ستارز نفس الشيء بعد ما تخلص جيم بتعطيك ليفل زياده. والمشكله انه الليفل الازرق بلعبه براو ستارز ابدا ابدا ما منه فايده، لا حرفيا لا يا شباب له فايده، انه بيعطوك 20 وحده من دول تبوت السنه او تبوت البراو الباس، فعشان هيك لازم ما نظلمه. الشيء مستحيل ينزل انه يصير في مسار للليفل مثل مسار الكوس، انه مثلا من ليفل 1 لليفل 2 في عندك جائزه صندوقي، من ليفل 2 لليفل 3 عندك جائزه ثانيه. اما بتعرفوا اذا واحد يصير الافضل لاعب باللعبه بيعطوه ليفل اكثر، فعشان هيك اللاعب يتحمس عشان يلعب احسن من هيك عشان يقدر يلعب ليفل اكثر من هيك، بس مشكله اللعبه مستحيل تنزل مسار ليفل. طب انا عندي اقتراح بسيط، فيكم تعملوا مثلا من ليفل 1 لليفل 10 مثلا صندوق كبير، او من ليفل 20 لليفل 30 صندوق عملاق، اعطونا جائزه صغيره بس. ما بدنا يا اخي كل ليفل بعد ليفل جائزين، ما بدنا هيك شيء، نحن ما لنا نصابين، بدنا اقل شيء صندوق بين 10 ليفلات او بين 20 ليفل، اقل شيء 30 ليفل. طب بدكم تقولوا لي ليش سوبر سيل او براو ستارز ما بتنزل هيك شيء؟ يعني يا شباب لو بتعرفوا في عالم واصل 150 عالم واصل ليفل 170، فعشان هيك وقت تنزل هذا الشيء لازم تضطر انه تعطيهم صناديق، يعني عشان جوائز قديمه ما تروح عليهم. عشان هيك سوبر سيل وقت تنزل هيك شيء لازم تعطيهم جوائز زياده، ف بتعرفوا سوبر سيل ما بتحب تعطي جوائز، فعشان هيك حسيت شيء كثير صعب انه تعطي للعالم خاتم الليفل تقريبا جوائز كثير. يعني تخيل سوبر سيل مثلا لو بعد كل 10 ليفلات تعطيني صندوق عملاق، تعطي لو واحد انه 170 ليفل 17 صندوق. انا الصراحه بحس انتصب علي، فما سوبر سيل هذا الشيء مستحيل ينزل، لانه عن جد وقت السوبر سيل رح تفلس. اما بتعرفوا في خاصيه براو ستارز انه مثلا لو معك جواهر كثير بتقدر تشتري جولد، فانا بعرف انه مستحيل حدا يقدر يشتري هيك شيء، يعني حتى لو كنت بشحن ملايين دولارات حرام تشتري هيك شيء. بس انه في اقتراح من لاعبين كثير غبي انه شو انك تقدر تشتري بالجولد جواهر، يعني تخيل سوبر سيل تنزل هيك شيء، هذا الشيء شبه مستحيل، وانا صراحه بوافق الراي، لانه وقت العالم رح تدرك قيمه رقايه الابطال وبتقدر تجيب تجمع جولد بعدين تشتري جواهر، تجمع جولد تشتري جواهر بعدين تشتري سكنات، فراح تسحب على قوه الابطال وتروح تشتري بالجولد جواهر، فعشان هيك هاد شيء مستحيل ينزل باللعبه. فهي بس قاي هاد كان اخر شيء معنا اليوم، شو كان رايكم بالفيديو؟ وهل بتوافقوا الشركه انه ما تنزل هيك اشياء؟ لانه لو نزلتها برايكم هل رح تخرب اللعبه او انه رح تصير احسن؟ اعطوني رايكم بالتعليقات. انا الصراحه بالشغلات اللي قلتهم ابدا ابدا بحسهم كثير غريب، يعني وقت تنزل اللعبه بتصير اغرب اللعبه وبتصير معقده اكثر وبتصير سخيفه يعني، فعشان هيك انا ابدا ما بوافق اللاعبين بهالمقترحات هي. عشان ما بيعرف انه جبت هالمقترحات من اللاعبين نفسه، يعني ما انا من كيزه، من اللاعبين نفسه اقترحوا هاللعبه، بس انه هي الشغله اترفضت ومستحيل تنزل. وانا طبعا بتفق مع سوبر سيل 100% انه ما تنزل ولا شيء منهم الا تبيت سبايك، انه احنا بدنا صوت سبايك. فيا اصدقائي ما راح اطول لكم اكثر من هيك، شاركوا عجبك هذا الفيديو، اذا عجبك الفيديو حط لايك وشير بالقناه، واذا عجبك الفيديو كمان حط لايك وشير بالقناه، واريغاتو فور مشاهدي. نحن هنا سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني.